أنا اسمي أدهم عبد العال، سكان ستة الشهداء. هذول بناتي بحتاجوا لحليب وبامبرز، أنا بسقيهم مية وصاروا معاهم التنتين شفاف، وهذه البنت دافة، هذه معاها شفاف البنت وهذه معاها. نازل على السوق أخذ من ناس من أهل الخير عشان أجيب لهم حليب. يعني أنا بناتي عدهم راحوا من بين إيدي وأنا مش عامل لهم حاجة. 20 يوم إلى 20 يوم هذه.